جيسيكا عازار. البلد شو هالزقفة والهيصة الكبيرة يا جيسيكا؟ هيدي من الام تي في متواصلين فينا. لا هذا الجمهور مش من الام تي في، والجمهور مهيصني. جيسيكا عازار، ما بعتقد في لزوم اني اسالكم اذا بتعرفوا بعضكم، لان بعرف انه في صداقه بتجمعك مع علي حمادي بالحقيقه، وعلى تويتر وعلى تويتر كمان انت جود جود فولور كمان لإله، وعلى البي بي كمان. صح جيسيكا عازار، انت مذيعه نشره ومراسله اخباريه بالام تي في، وكبت انطلاقتها الثانيه من سنه 2009، وشكلت علامه فارقه بعد ما قدرت بطلتك المميزه وادائك اللافت انك تحصدي اعجاب الجمهور اللبناني والعربي. وانت ضيفتنا الليله بعد ما طلعت بحسب احصاءات مجله زهره الخليج الخامسه عربيا لسنه 2012 بين المذيعات ومقدمات البرامج. جيسيكا ألف مبروك، خاصة إنه أنت مذيعة الأخبار الوحيدة بين اللي وردت أسمائهم، بينما كل الباقيين عندهم برامجهم الخاصة. بس كل الباقيين في أول وحدة منهم هي حضرتك، فبدنا نقول لك كمان مبروك لمنى لأنه هي هيدا من حبتي. بس اليوم أنت تميزتي، يعني أنت الوحيدة بين هالخمس أشخاص اللي ما عندك برنامجك الخاص. اليوم قديش عانيلك أنك تبرزي بفترة بسيطة اللي انتقلتي فيها للأخبار؟ لأنه كلنا بنعرف أنه ما كان صار لك زمان، انتقلتي من كونك مراسلة لكونك مذيعة، يعني لفتي النظر بفترة كتير قصيرة. بتعرفي هو اصلا كانت تشالنج زياده لإلي، لانه انا اصغر حدا بالعمر بالمحطه كان بذيع اخبار. فبالنسبه لإلي كنت عم فوت على محل في ناس يمكن عندها خبره اكثر مني فيه، فكان لازم اثبت حالي انا لبقدر بين حدهم. على غير شاشات في ناس كثير مخضرمين وعندهم خبره، يعني صعب وقتها بتحسي حالك واقفه مثلا على انت عم تذيعي اخبار بوجهك في حدا عنده خبره اكثر منك، بتصير بدك تشتغلي على حالك 20 سنه لتقنع الناس انه يحضروك الك، انه او يشوفوا فيك شيء يحسسوك تحسسيهم انه انت كريديبل بالاخبار يلي عم تعطيهم اياها. فمش هيك قدرت انه اشتغلت كثير على حالي، وبعدني لهلا بشتغل، وكل يوم بروح على الشغل بتعلم شيء جديد، وبعدني لهلا بحس حالي كثير صغيره، وبحس كل ما بطلع على بلاتو بحس انه انا هذا الشيء كثير مهم يلي قاعده عليه. في رهبه، وبعدين في انه الاخبار يعني ديريكت، بس في شيء مهم، في قرايه، ما في شيء مهم يعني حتى صحيح تنقوله عن الام تي في. نعم. انه الام تي في واصدقائنا، بتعرفي اصدقائنا المشتركين بياخذوا منهم قليل، بياخذوا ريسك. طبعا ريسك محسوب، لكن بشجعوا طاقات جديده وبياخذوا بيراهنوا عليها. نعم، وعندهم اذا بدنا نقول وهي شغله مهمه، بيعطوا فرص، بيعطوا فرص وإيزون لوي، يعني مثل ما بقول يعني عندهم طبعا يعني مش ريسك، بمعنى بقدر ما هو بيعطوا فرص بيفتحوا مجال بيقدروا يشوفوا يمكن قديش الانسان عنده بوتنشل، وهذه شطرتهم لانه اسم الله مثل ما احنا شايفين الشاشه. بس بيشرد اوقات الواحد بس كون عم بيسمع عم زي اخبار، ما بقعد يركز على الاخبار عليها مش على الخبر، ما بقعد يركز على الاخبار كثير، بتعرف احسن لانه ما بتقعد فرقانه معه الاخبار، ما هو مرات نشاط الاخبار مثل ورق النعوي. جيسيكا اليوم بتطمح يكون عندك برنامجك الخاص، ولا بتفضلي انك تزيدي خبرتك بالنشره؟ دفنتلي انا هلا بمرحله بدي اثبت حالي انه هذا الشانس اللي انا اخذته من محطه الام تي في كنت انا على قده، انه هذا المركز اللي انا اليوم عم بحتله على هالشاشه انا قادره اعبيه، وقادره اكون على قد الثقه اللي عم يعطوني اياها المشاهدين واداره المحطه. فهلا كل هدفي هو انه انا اثبت حالي على كرسي الاخبار. اكيد جيسيكا، موقع اخبار النشر كتب انك عم تتفاوضي مع فضائيه عربيه بصدد الانتقال، يعني او بموضوع الانتقال لها، شو صحه هالخبر؟ والك قلب تترك الام تي في؟ شوف الخبر منه غلط، في شيء منه، بس انا ما في حدا بيكون له قلب بيترك بيته. انا بالام تي في ربيت وكبرت، كثير صعب علي انه اقدر اخذ هيك قرار. دفنتلي العروض اللي بتجي
بتحسس الواحد انه يي انا عم بنشاف، يعني انا اللي عم بعمله في غير قنوات عم يقشعوا انه مطلوب صح كان. يعني بتحسي حالك انه يي انه انا عم بعمل شغل حلو بهالمحطه، مش هيك يمكن غير محطه انه عم بتجرب اذا فيني انا اكون وجه على شاشتها. بس ديفنتلي انا وفيه لمحطه اسمها محطه الام تي في، وبعرف انه الام تي في وفيه لإلي، وبعرف انه الام تي في حتى لو انا فكرت اطلع عنها هالقد هي ما بتفكر تطلع عنها هالقد. اكيد لانك عنصر جيد والعناصر الجيده دائما بيكونوا متمسكين فيها. علما انه انا ما بفكر اطلع عنها ولا حتى هالقد، يعني حتى هن يفكروا يرجعوني هالقد. مش بس ينظروا بهالموضوع يعني. ايه بس انه اتس اوكي. هالحلقه رح تنبث ليله عيد الحب، ليله الفالنتاين، وين رح تكوني؟ رح كون عم بحضرها. بشوف حالي كيف طلعت بالبيت. بالبيت مع اهلي. هيدا على العشاء يعني تبع الغداء. اسمحي لي اهديها الغنيه، انا بس شوي صغيره. كذابه نيسر عليا من قبل. شفتك بعيني يا كذابه عم تحكي مبسوطه فرحانه معجوقه انت ويا حد قوامي. كذابي وشفتك بعيني. انه قليل كذابي وشفتك بعيني فهمنا، بس كانوا حد البوابه بوقتها؟ لا كانوا سكروا البوابه. مش قليل لا لا وصلت كانوا سكروها. وصلت سكروا الباب بوجهها. طب شو بوجهي؟ فكروني ما شفت. وين شفتها لجيسيكا حتى عم بت حد البوابه؟ حتى لا حتى متاكد هالقد عشاء سهرانه بفتكر ترويقه وغدا وعشاء صرت شايفها. كيف ما عم تبرق وعم تطلع بوجهها؟ شو يا جيسيكا؟ ما انا مش عم شوفه بالسهره، صار كثير خفيف بيرقص على السريع، ما بقى عم لاحظ اذا هيدا مش انا ولا لا. منيحه منيحه جيسيكا. شو هالبديهه؟ شو هالسرعه البديهه؟ شو هالبديهه؟ شو سرعه البديهه؟ صار طيران عم بيطير. بديهه مصابني. جيسيكا بتتوقعي شكي هدايا هالليله او هديه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. بتتوقعي ولا لا؟ يعني شو لشو مياله اكثر؟ بتوقع انه يجيني كادو. ما بعرف اذا رح يجيني كادو ولا لا. اذا اجني كادو رح اخبركم على تويتر. اوكي. البنت متوقعه. هلا اذا ما رأيت الليله وما اجاها كادو، ثاني نهار على بكره بتروح وبتجيب لها كادو، بتحط لها بتقول لها امبارح ما قدرت اظهر مشان هيك. جد علي شيء وانفخذ دولاب السياره. وانا بعيد فالونتان لو 15 بقبل هالحجه. معنا مشكل. جيسيكا عندك صداقات مع مختلف الاطراف السياسيه. ليلة الفالنتاين لمين قلبك بدق اكثر، ل 8 او ل 14؟ هو اثنيناتهم بخططوا على القلب مينات. ميرسي. لا هلا تو بي اونست يعني هلا بالنسبه للعالم العاديين عم بحكي. دقة 14 دقة 8 دقة 8 دقة 14. يا شو ذكية يا شو هالجيسيكا. معقول هيدي ضربة على الحافر وعلى المسمار. ضربة على المسمار، ضربة على الحافر، ضربة على المسمار. مش رح نحرجك جيسيكا. خبرونا انك بتوعي كل يوم على الاقوال المأثورة او السايينجز اللي بحطها علي حمادي على البي بي ام. صح. اوكي او على البلاك بيري. شو في هيك شيء مذكرتيه مثلا معين من يلي كتبون؟ علي كل يوم بيعمل برودكاست لكل الكونتاكتس اللي عنده، بيبعث لنا قول مع حدا يلي قايل هذا الشيء، فانا بنطر الصبح بقرا هيك القول حلو بحب يعني، فرح اقول لك اللي اليوم بعته علي. علي اليوم بيقول انه في حدا تختصر الحياه بثلاث كلمات: It goes on. It goes on. الحياة بتستمر. Life goes on. حلوة. وأنا بقى فيكي أنت تاخديها كمان على جيسيكا لإلي. هيدا القول كثير حلو. لأنه الحياة بتستمر لو شو ما كان، في قصص كثير صعبة بنقطع فيها، إن كان نكسات بالشغل أو بالحب أو بالحياة العادية أو العائلية أو شو ما كان. But بس الحياة بتستمر وعلى طول في أشياء حلوة بتستمر وما بتنطر حدا. أكيد. جيسيكا عازار وانترفيو انا هيك بس. جيسيكا انا كتار مغرومين فيي، بس انا لا. انت لا مش ولا حدا. برجع بكوس الغنية. برجع بكوس الغنية. بس السبعة ملي معروف. سبعة. كذابة كذابة.
شفتك بعيني يا كذاب. حرام عم نقطع لها نصيبها. لا ما عم نقطع لها نصيبها. هي عم تقطع نصيب حالها. انا مغرومه بس حطي السبعه. شو يا سبعه؟ كذابه كذابه كله. انا مغرومه بس بعد ما في شيء. بس بعد ما في شيء، ان شاء الله بيصير في شيء عندي. حلو، هذا جواب حلو كثير. انا بحب يصير عندي عائله بس بدي رجال. بس مع الشاب اللي انا بنقي. انا كرمال الحب مستعده اعمل كل شيء بس ما في شيء يدق بكرامتي. حلو، انا سهرانه معكم ليله على سان فالنتان بس يا ريت تفل. لا بس قلبي محل تاني. يا ويلي. بس عقلي محل تاني. بس محل تالت، محل رابع، محل خامس. انا سهراني معكم على فالنتاين بس نص قلبي معكم ونص قلبي مش معكم. انا بحب الام تي في بس بس كلمه قليله على الام تي في انه حبها. حلوة حلوة حلوة. شو هيدا يا عمي؟ شو هيدا؟ أنا بحب حالي بس بحب عائلتي أكثر. الله يخلي لك إياها. أنا بحب كيتي بس حسب شو جايبت لي كارت. ما هيك؟ كيتي. جيسيكا ليلى عرسك والبوكيه جاهز لترمي بس دغري عم طولوا عليك العريس. هلا في بوكيه، بلشنا بالبوكيه شوي بدها توقف هونيكي وتزته. بدها توقف وتزته لورا. برافو. شو مين بده يلقطه؟ يلا بدك تلقطه. وقفوا لي هالموسيقى لان انا بدي احط لها موسيقى لجيسيكا.